بس بسم الله ما شاء الله. الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السماء، بس ربنا يستر يا مميزه وتكمل على خير. الله، ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ اصل بقالي فتره كده بحلم احلام غريبه، بصحى من النوم مرعوبه يا ام ميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي اقعدي جنبي كده وتدفعي على الشمال واحكي لي مين شفتي ايه. مره شفت حد بيقص لي شعري، وشي اسناني بتقع، وشي اسود. ده انا ساعات بصحى من النوم مش قادره اخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا موميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة. امسكي، أنا تعبانة قوي. انا ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معروف. واحنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك، ربنا عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض، انا قابلته على السلالم. مبروك يا علي. بارك فيك يا صديقي. سيد الرجاله راشد، صباحين بركه يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع؟ انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسك. اعمل لنا شاي يا تونه. طب جاملني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجه تقرف. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك عمتني. تاخد كم معلقه سكر يا راشد؟ معلقه. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقه. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضيه بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعدل. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص. الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي أنت بتقوليه ده. أيوة، آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيديه وتزيديه فيه تاني. يا ست أنا حر، أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. إيه ده، أنت بتاخدي كوك؟ كوك؟ يا ريت يا ابني، هو حد لاقي إيه؟ كوك ده انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى ثاني دي هيروين يعني؟ بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب، ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه، حتى انزل انت دي بقى لها 10 سنين والست تمام، هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. انت ده ايه بوجع دماغ لنفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي، غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه، انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا لا لا، ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا
ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20,000 واخر اسبوع يبقوا 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. اه 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه. بتوعي. انا رايحه؟ طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكره؟ لا والله لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. لا هشتغل، انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايز تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش قعدني يا بنت عشان بغير عليكي. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب8000 جنيه شبكه، ونجيب شويه اجهزه، ونظبط اوضه النوم، ونروق الشقه والدنيا تبقى. 8000 جنيه شبكة ليه؟ ده كتير طبعا، هما دبلة وبيشتروا سلسلة صيني وبس، وكان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده انت تستاهلي وزنك ده، ما تلبسي دهب زي بقية الناس. بص يا حسن، انت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكة بكام ولا عفش بكام، تيجي انت وابوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحة وزغروتين وخلصنا ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزه نتجوز بسرعه يا حسن، عايزه ابقى جنبك. يا لهوي يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكليه؟ ما تقومي تجهزي، ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال. حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو؟ انك واقعه في غرام حبيب القلب ومسربعه. مسربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي، اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده، سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي، خدامه من ابو بلاش يعني. انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكوا كل يوم. لا بصراحه متربية. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء عوض. مساء معلم. فين راشد؟ راشد قلب بوزه علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهارده. لا ربنا. وربنا خش له. ولا والعصفورة اتقالت منك يا حلو. خشوا ليه جوه ده ما تعوري. راشد. ده بجد. ليه ضرب الغباوه ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايه تستاهل وربنا. عسليه تستاهل يا عم. مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد. قوم يا راشد، خلاص البيت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبنا وانش دلوقتي بقى وامشي. انا قلب عليك يا صاحبي. قوم يا راشد. سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها يا عوض. تمام.
ولا الضالين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه؟ هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل. تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السوخ. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساساً. وماله؟ خير البر عاجله. واحنا عايزين ايه غير سعادتهم وهناهم؟ وانا حاجه مطبخي كلها جاهزه زي ما قلت لك يا الحسن. وانا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجه مره واحده، بس نخلص بعد الشقه. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 ل